السلام عليكم. ببالغ الحزن وعميق التأثر تلقى وزير الاتصال نبأ وفاة صحفي جزائري وفاته المنية اليوم الأربعاء الفقيد من الصحفيين والذين ساهموا بشكل كبير في تكوين العديد من الإعلاميين، حيث برز منذ أواخر ستينيات القرن الماضي وعرف بنبل أخلاقه وتفانيه في العمل الإعلامي طيلة مسيرته المهنية، وكذا تميزه بحضوره الدائم ومرافقته المتواصلة للصحفي الإذاعة إلى آخر أيام حياته. وبهذه المناسبة العديمة تقدم وزير الاتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد برهم بوجمعة خاصة وللأسرة الإعلامية كافة، راضيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بوسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه وجميع من عرفوه جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.